في الحقيقة كان في مشهد مبهج جدا وحالة رائعة صنعها أهالي قرية دمشيت في محافظة الغربية اللي قدروا بإمكانيات بسيطة إن هم ينظموا بطولة كرة قدم شارك فيها 32 فريق من مختلف المحافظات. صحيح يا مصطفى، الحقيقة كان مشهد لطيف جدا. البطولة كان شعارها ليلة التعصب وشارك فيها حكام دوليين زي الحكم محمد الحنفي. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. تحت شعار ليلة التعصب نظم أهالي قرية دمشيت بمحافظة الغربية بطولة كرة قدم بمشاركة 32 فريقاً من مختلف المحافظات على ملاعب ترابية وسط حضور واسع من أهالي القرية. ورغم بساطة الإمكانيات وطبيعة الملاعب الترابية إلا أن الأهالي والمنظمين للبطولة قرروا تنظيمها على مستوى ترفيهي عال وخروج التجربة بأفضل صورة. وحاول المنظمون للبطولة نقل تجربة الفار إلى المباريات عن طريق وضع كاميرات في الملعب متصلة بجهاز كمبيوتر وشاشة مع فني لإعادة اللقطات المطلوبة للحكم، واستخدمت التقنية في عدد من المباريات. ومع موجة الحر الشديد التي تشهدها المحافظات، أعلن المنظمون اتخاذ قرارات سريعة، حيث تم تأجيل مواعيد المباريات عن وقت ذروة الحر مع توزيع المياه والمشروبات على الجمهور، خاصة أن الهدف الرئيسي من الحدث الذي يقام سنوياً داخل القرية هو إعلاء الروح الرياضية بين الجميع. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه البطولة من الأستاذ محمد حمزة، عضو اللجنة المنظمة لبطولة قرية دمشيت بالغربية. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. ويعني الحقيقة احنا شايفين مشهد حلو قوي بصراحة. إيه موضوع الفار ده؟ لا يعني أنا محتاجة تحكي لنا كده قصة البطولة دي. صباح الفل أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا الفار موجود متطبع عندنا بقاله بالظبط 4 سنين، من 2019 قبل ما يتطبق في الدوري المصري بشكل رسمي. الفار متطبق يعني في كل الماتشات، في كل المباريات بتاعت البطوله من اول ما البطوله بدات لحد الان مستمر، لسه البطوله ما انتهتش. طيب احكي لنا بقى عن البطوله اصلا وفكره ان انت نظمت تحت شعار ليلة التعصب، احكي لنا كده قصة كمان، بما انها كمان في قرية دمشيت. يعني احنا شفنا الصور وشفنا الفيديوز، الحقيقة يعني حالة مبهجة جدا. طبعا الفكرة جت عن طريق مجموعة من الشباب، يعني من حالة الاحتقان. طبعا نص اللجنة اهلاوي نص زملكاوي، نص اللجنة المنظمة عامة، فالناس يعني في حالة احتقان شديدة الفترة اللي فاتت بين الجماهير اهلي وزمالك. طبعا الموضوع الاخير امام عاشور لسه انتقل يعني للاهلي، ففي حاله احتقان كبيره من الجماهير. فاحنا كل سنه بنحاول نوصل رساله معينه عن طريق الدوره بتاعتنا، يعني حاجه بسيطه بس بنحاول نوصل فكره كبيره، يعني لو نوصل لجزء خفيف من الناس. فاحنا السنه دي حاولنا نوصل فكره ليلة التعصب، يعني عشان نقلل حاله الاحتقان الموجوده بين الجماهير المصريه. يعني انا متفق معاك اللي بتقوله، شيء جميل انك تعمل يعني قصه ليلة التعصب وتجيب ناس من المحافظات، بس انا برضو بيلفت نظري حاجه، ان امكانياتك او يعني رغم ان الامكانيات ضعيفه جدا قدرت تطلع ببطوله شكلها حلو قوي. يعني انا عايز اعرف منك التجربه دي عملت ايه، انك تجيب كل الفرق دي من كل المحافظات، قعدوا فين، عملوا ايه، التفاصيل باختصار يا استاذ احمد. احنا بنحاول طبعا كل سنه ان احنا يعني ان احنا نظهر باحسن صوره، ونظهر كل سنه بصوره مختلفه عن الصوره اللي قبلها. يعني لو حضرتك كانت تتابع تلاقي مثلا السنه دي في فكره، السنه اللي فاتت كان في فكره مختلفه خالص. يعني عندنا مجموعه شباب يعني عندهم عزيمه واصرار، يعني ما يعني حاجه كل يوم، كل دوره، كل بطوله فكره، كل بطوله فكره. يعني وبنجمع فرق من كل المحافظات، في طبعا من المنوفيه، في من كفر الشيخ، في طبعا من الغربيه اللي هي البلد الام، يعني البلد اللي فيها البطوله. الغربيه بتضم طبعا شارك فيها لعيبه زي مثلا احمد الشيخ، لاعب غزل المحله، شارك لعيبه كثيره، شارك حضر عبد الرحمن الدح، لاعب طنطا،
شارك لعبة يعني بتلعب في الدوري المصري كتير طبعا. حكم البطولة الكابتن محمد الحنفي كان موجود، حكم الافتتاح وحكم النهائي السنة اللي فاتت، وموجود باستمرار معانا في البطولة. يعني الإمكانيات القليلة طبعا، بس يعني مجموعة الشباب موجودة طبعا، عناصر الخبرة الموجودة معانا في لجنة التنظيم. يعني عاوزين احنا يعني بنلعب كورة عشان تمشيط طبعا، جماهير تمشيط ايوه يعني بتشجع فريق بلدها، وفي نفس الوقت مش متعصبة يعني، بتشجع الكرة الحلوة، ايوه ما تتعصبش لو فريق خسر. فاحنا بنحاول نوصل رسالة ان احنا نخلي كل الجماهير زي جماهير مثلا دورتنا اللي احنا شايفينها. طيب استاذ محمد، كلمني بقى عن تجهيزات النهائيه ونهائي البطوله، ايه اللي بيحصل فيها والاحتفال هيبقى شكله عامل ازاي؟ لا نهائي البطولة ان شاء الله يعني في مفاجآت، يعني بالجملة ان شاء الله هيكون منقول تلفزيونيا، هيتنقل على مش عايز اقول القناة دلوقتي، بس هو هيتنقل مش عايز تلفزيونيا، تغششنا هيكون اي حاجه موجود. خالص؟ ليه؟ مش عايز تغششنا اي حاجه خالص؟ لسه ايه؟ بقولك مش عايز تغششنا اي حاجه من المفاجآت؟ هو المشكلة هيطلعني بره اللجنة لو هيقول تفضل. اه والله انا مش عندي المعلومة بالظبط، بس هو من قول تلفزيونيا انه يعني هيكون في احداث كتيرة. لسه مش راضين يملونا عشان كده، هم مش راضيين يقولوا لي الاحداث عشان كده، عشان ما نتكلمش، طبعا بس احنا هيكون في مفاجأة سعداء بيك بالجملة ان شاء جدا الله. يا استاذ محمد الحقيقه، وبحييك على تنظيمك لهذه البطوله، وكمان فكره هذه البطوله انا بحييك عليها بجد، فعلا الصور مبهجه جدا، الحاله لطيفه جدا، الروح كمان حلوه جدا، نتمنى بالعكس انها تنتقل، الروح دي تنتقل لكل جماهير الكوره الحقيقه في مصر. ايه الكوره يا جماعه، في الاخر رياضه، صح بالعكس مش محتاجه كل التعصب ده. اه طبيعي بنشجع وكل واحد ليه فريق بيحبه، بس يعني في الاول وفي الاخر الاحترام قبل اي شيء. يعني على اي حال بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد حمزه، عضو اللجنه المنظمه لبطوله قريه تمشيط بالغربيه.